كما أتقدم إليكم بالشكر وجزيل العرفان على الثقة الذي منحتموني إياها. تقول أنكم حصلتم على تصويت شعبي، متى وأين حدث ذلك؟ يعني السؤال هو لماذا وكيف تنصبون أنفسكم ممثلا شرعيا ووحيدا لقضية انفصال الجنوب اليمني؟ نحن لن ننصب أنفسنا، حصل تفويض شعبي في 4 مايو بمليونية شهدها العالم كله وهي مسجلة، ممكن نرسلكم نسخة. ما هذا على وقع إقالتكم من يعني منصب المحافظ؟ نعم. بهذا لا، ليس معنا أنكم يعني الممثل الشرعي والوحيد لليمن الجنوبي.